يعول قطاع الطاقة والمناجم على اعتماد استراتيجية من شأنها تطوير القطاع المنجمي، وترتكز أساساً على تجسيد 26 مشروعاً للبحث واستكشاف المواد المنجمية، من بينها وحدة استخراج ومعالجة مادة الفيسبار بعين بربر بلدية سيرايدي بقدرة إنتاجية تصل إلى 90,000 طن سنوياً، وتتوفر على مخزون يفوق 3 ملايين طن واحتياطي من المنجم المجاور بإمكانه رفع المخزون إلى 6 ملايين طن. تطوير المجال المنجمي والخطة اللي وضعتها الدولة وكان سيد رئيس الجمهورية من أولوياته في النهوض بالاقتصاد في البلاد هو المجال المنجمي. كما سترفع الجزائر من قدرات الإنتاج لهذه المادة من خلال تطوير هذا الاختصاص المنجمي. كل هذه المشاريع خضعت انطلاقة جيدة ومسار جيد لتطوير هذه المناجم في الجزائر، مع موازنة مع ذلك أسسنا بأمر من سيد رئيس الجمهورية عودنا تأسيس شركة سونايم التي الآن تحوز على 11 فرع، وكل فرع مختص في مادة معينة من المواد المنجمية، وسوف نواصل في تطوير المجال المنجمي وخاصة لي سوبستانس مينيرال يعني المواد المنجمية الأخرى المهمة. هذه المادة الأولية والحيوية التي تستعمل في عدة صناعات على غرار السيراميك والبلاط وكذا الزجاج كانت تستوردها الجزائر في السابق، بينما أصبحت تنتجها بشكل يغطي الاحتياجات الوطنية، وهو ما سيسمح بتخفيض فاتورة الاستيراد وإكساب الجزائر ما كان في السوق العالمية للموارد المنجمية.